الو، ازيك يا مدام لما؟ الحمد لله بخير. اهلا بيك يا ام محمود، ربنا يكرمك يا حبيبتي ويصلح ربنا لك يخليك الحال يا يا رب. رب. امين يا رب. اتفضل ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضلي مع حضرتك. ازيك يا حضرة الشيخ، اهلا وسهلا يا فندم. عامل ايه حضرتك؟ ربنا تسلم، يطمنا عليك يا رب. كل سنه وحضرتك طيب. بقول شكرا يا لحضرتك فندم. يا الحاج، ابو ولادي عنده 84 سنه ما شاء الله، ولازم الفراش. يعني هو دلوقتي بقى، يعني نظره رايح، بقى له 15 سنه ودلوقتي بقى له فتره ما بيقومش من السرير خالص، وانا بخدمه على قد ما بقدر، وبناتي بيجوا يعني يعملوا الحاجات اللي انا ما بقدرش عليها، لان انا برضو مريضه قلب. يعني ربنا يشفيك يا رب ويجازيك خير. الله يخليك يا حبيبتي. فدلوقتي هو بيعصبني ساعات يعني، فبتعصب عليه، فخايفه ده يكون بي يعني مش هيخليني اخد الثواب اللي انا بعمله. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى، ابني الكبير ما بيسالش على ابوه، يعني عارف ابوه فيه ايه وما بيسالش عليه. ليه؟ الست عن مدى ما عايزه كده، يا اما مدام ياخد كل حاجه. هو احنا ناس يعني بسطاء، ما عندناش ورث ولا عندنا حاجه نتخانق عليه، بس يعني هو موظف، لكن ابوه بياخد معاش. عايز، ما اعرفش هو عايز ايه، احنا عندنا لسه ولد طالب، عايز كل حاجه. مش عارفه، انا عايزه رقمك يا سيدنا الشيخ عشان اكلمك بوضوح اكتر. مش عارفه تمام. اكلمك برضه على الهوا كل اللي جوايا. تمام، حاضر. فانا اعمل ايه في الولد العاق ده؟ يعني حتى انا اللي بتصل اسال عليه النهارده زعق لي وقفل السكه في وشي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يعني هو اللي غلطان، وانا بتصل عشان اسال عليه، هو زعق لي وقفل السكه في وشي. حاضر، هنجاوب حضرتك يا ام محمود، بس ارجعي حضرتك للكنترول عشان لو حابه تاخدي رقم فضيله الشيخ. طيب نجاوبها بقى على السؤال الاولاني. واحد بيبقى غصب عنه احيانا كده، ممكن يبقى مش مستحمل، زهقان. رب العالمين بيعلمنا: واجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. دي من منطات ومن ساحه ومساحه الابتلاءات، ان احيانا الواحد يبتلى بحد قريب منه وهو سيء الخلق او بيتنرفز او بينرفزه او بيعصبه. ده ابتلاء، هتعمل ايه؟ اتصبرون وكان ربك بصيرا. ولذلك الصبر هنا يعتبر درجته اعظم بكثير من الصبر على ابتلاء اخر. لان الزوج ده ملاصق له، فهو مريض فبيتالم ومن غصب عنه بيتنرفز طبعا وبيخرج على اعصابه. من السن والسن واشياء كثيره جدا، فلازم نصبر عليها. طب حضرتك احيانا برضو الانسان ليه طاقه، طب واحيانا كمان مريضه، واحنا بطبيعتنا معظم اسرنا ومعظمنا كمصريين عيب قوي نتكلم، نفضفض، لان الفضفضه بتريح الانسان. فواحده زي دي ما تقدرش تفضفض عشان عيب، ده جوزها، فتقوم تطلع ده في صورة إن هي بتتنرفز. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه أمور لا تنقص من الأجر، بل بالعكس، ده أنت بتؤجري على ذلك، والزوج الآخر يؤجر على ذلك. إن إحنا في موقف ابتلاء، موقف ابتلاء، بس نضبط أعصابنا بقدر الإمكان ونطبق الآية الكريمة: والكاظمين الغيظ. أيوة. والعافين عن الناس والله يحب محسنين. يعني نعامل الموقف بالإحسان. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع مثل هذه المواقف بالابتسامة. بالابتسامة. طب شحنة الغيظ اللي جوانا دي نعمل فيها إيه؟ نروح نصلي ركعتين، نسيب الموقف ونروح نصلي ركعتين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وإذا كان ده مش متاح فهي تذكر ربنا سبحانه وتعالى، نذكر ربنا، نسيب المكان ونروح الأوضة، هدينا نرجع مرة تانية بابتسامة كده، وكأن مفيش حاجة، ومفيش حاجة خالص. يبقى ربنا حفظ لنا أجرنا، وفي نفس الوقت صبرنا، وفي نفس الوقت ما خسرناش بعض. وأنا بكرر المرة الألف، خلينا نخسر المواقف ما نخسرش بعض. يعني لما نوضع في ابتلاء البشر اللي يعصبنا واللي ينرفزنا واللي يخرجنا من شعورنا واللي يستفزنا، فالشائع هو إيه؟ الشائع انا عايز انتصر في الموقف ده. هو انا حياتي قدام الموقف ده، لازم انتصر فيه. فبالتالي نيجي ننتصر في الموقف فيقوم نهد حاجات كتيره جدا. طبعا
احيانا الحب ما بين الزوجين بيتهدي بسبب المواقف الانتصار دي، والموده بتروح، والمعروف بيروح، والاواصر الاجتماعيه وصله الرحم احيانا بتروح. واحده تقول انا مقطعه امي مش عارف سنه كامله عشان مش عارف قالت لي كلمه. معقوله في ناس بتتكلم بفخر انت انتصرتي حضرتك لنفسك في موقف مدته دقيقه ولا خمس دقائق، تاخدي ذنب لمده سنه ولا سنتين ولا ثلاثه؟ لا حضرتك ما بتفكريش صح، وده غلط شرعا. فبالتالي كسب القلوب اولى من كسب المواقف، زي سيدنا الامام الشافعي معلمنا. ما هو سيدنا الامام الشافعي ابتلي بذلك برضو، قاعد بيدرس ففيه بعض تلامذة النجباء اختلف معهم فاحتدم النقاش، فتسرع وانفعل التلميذ على أستاذه وذهب إلى البيت وقال خلاص أنا مش هحضر مجلس الإمام الشافعي مرة أخرى، وهذا فراق بيني وبينه. وهي دي على فكرة اللي احنا بنعمله، معظمنا بيعمله أي خناقات بسيطة واختلافات بسيطة نحولها إلى معارك طاحنة. صحيح. قد تطول إلى سنوات طويلة. فجه الإمام الشافعي بيلقنه درس بقى، فبالليل كده راح خبط عليه فتح له الباب، فقال مين؟ قال محمد بن إدريس الشافعي. فتح له الباب قال له يا ولدي اتفقنا في مسائل كثيرة، أفتفرقنا مسألة؟ كسب القلوب أولى من كسب المواقف. صحيح.